احنا تواصلنا مع كابتن كبير، رمز من رموز نادي الزمالك، اكيد هيبقى حابب يقول لنا ذكرياته معاك. معانا على التليفون كابتن مصطفى نجم، بنقول له كل سنه وحضرتك طيب. يعني مشرفنا طبعا ومنورنا، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه، كل عام وانتم بخير. وانا سعيد جدا موجود معاكم، وموجود طبعا الكابتن الكبير محمد ابراهيم المايسترو، حبيبي واخويا وزميلي في التدريب في نادي الزمالك. كل سنه وانت طيب يا نجم. حبيبي يا كابتن، رمضان كريم عليك. وعايزين نفطر مع بعض بقى ولا ايه؟ يلا نادي. ماشي انا موافق. هتعزمني امتى طيب؟ انت ما ينفعش انت تعزمني. انت عزمني الاول، انت عزمني الاول. صح يا كابتن مصطفى، كبير دايما يا كابتن. شوف العزومه بتاعتك جامده ولا لا، وبعدين بقى نشوف بقى. لا انت عارف، انت عارف عزوماتي عامله ازاي. حبيبي محمد. لا انا حابه اعرف ايه العزومات يعني. كابتن مصطفى مين بيعزم الثاني يا كابتن مصطفى؟ كل سنه وانتم طيبين، وشعب مصر والامه العربيه والاسلاميه بخير، وان شاء الله ينعاد علينا الايام دي بالخير واليمن والبركات. طبعا شهر رمضان ده من شهر في السنه، طبعا شهر الغفران، شهر التسامح، شهر الحب. انا بحب الشهر ده يعني جامد جدا في السنه، يعني لانه بيقربنا من الله اكتر واكتر. صحيح. و التعايش مع الأسرة والناس اللي هي البقرة والناس الغلابة. صحيح. يعني أيام جميلة طبعا، تبقى أيام جميلة، روح الشهر حلوة. صحيح يا كابتن مصطفى. طيب يا كابتن مصطفى، خليني أسألك، مين بقى يعني طبعا ذكرياتك مع كابتن محمد إبراهيم أكيد كتير، مين فيكم في رمضان متعود إن هو يعزم التاني؟ يعني دايما العزومة بتكون عند مين أو الفطار بيكون عند مين؟ لا هو عند الكبير طبعا، أنا أكبر منه فما ينفعش هو يعزمني الأول. مقاما مقاما يا كابتن مصطفى طبعا. طبيعي طبعا، ده أخويا وحبيبي. حبيبي يا كابتن، وإن شاء الله تتكرر دايما بإذن الله. ونجوم الكورة عندنا طبعا في نادي الزمالك كلهم ناس كرماء، وفي محبة وود بيننا وبين بعض. الكباتن الكبار طبعا، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن طارق يحيى، كابتن أسامة حسن، ناس جميلة كلها والله. دي حقيقة. نحكي طيب الموقف بتاع اسكندرية يا كابتن ولا بلاش؟ أنا عايزة أسمع مواقف. احكي لي بقى. إيه اللي حصل في اسكندرية؟ كنا راجعين من اختبارات. فأنا راجع أنا وكابتن مصطفى في عربيته. وكابتن مصطفى من الناس اللي ممكن ما شاء الله عليها يعني تسوق بالثلاث ايام، ما عندوش مشكله خالص ما شاء الله. ما بيحبش يقعد جنب حد بيسوق، بيحب هو يسوق. وما بيحبش يطلع في حته الا بعربيته. أوكي. حتى لو هنسافر يومين بالعربيه. تمام. فاحنا راجعين، كابتن مصطفى كان بقاله فتره ما نامش كويس، فاحنا راجعين فحسيت ان هو بينام. وانت كنت قاعد جنبه؟ وانا قاعد جنبه. قلت له يا كابتن يعني ينفع؟ وانا نمت فعلا، هو نام وهو سايق. وحضرتك سايق؟ فانا قلت له يا كابتن اركن وانا هسوق انا. فيعني اتصدمت برده، قال لي طيب موافق. وفجاه موافق فعلا. احنا تقريبا كان فاضل لنا بتاع حوالي 130 كيلو على اننا نوصل. انا ما نمتش خمس دقائق لقيتك في القاهره. ايه ده؟ تلت ساعه بالظبط. قلت مصطفى نام. فتلت ساعه بالظبط، فانا اخدت المطب اللي هو عند البوابات دوت، عديت البوابه فصحي. فبيقول لي احنا في ايه ده؟ في ايه؟ احنا فين؟ قلت له احنا وصلنا الحمد لله اسكندريه. والله انت ماشي على كام؟ والله ما صدقت. ايه ده؟ انا ما بحبش انام، بص في ساعات قبل ما ينام. كنت ماشي على كام يا كابتن محمد؟ 190. 190؟ 190، ربنا سترها الحمد لله. حضرتك كنت نايم؟ مش كابتن، مش كنت نايم يا كابتن مصطفى؟ انا بمشي 140 وبكون خايف. لا لا طبعا ربنا يعني. كده يا مايسترو، انت لما تكون معايا في اي اختبارات او سفريات ولا كده، انا هكون نايم قبليها. بص ابقى نايم لك كويس، مركز لك عشان ما تسوقش. مش المهم وصلت يا كابتن مصطفى. الحمد لله. انا كان مستمتع بالنوم جدا ومهدي له الاجواء. مايسترو في الكوره ومايسترو في السواقه طبعا. حبيبي يا كابتن، حبيبي. طب يا كابتن مصطفى، حضرتك بتقول ان انت بتعزمه، طب بتعزمه على اكل فلسطيني؟ عندنا طبعا المدام بتعمل اكل فلسطيني مسخن، مقلوبه، في حاجات كتيره يعني، منشف برضه، حاجات جامده جدا. طبعا بالاضافه لاكل الشعب المصري طبعا، ملوخيه، ارانب، حمام، محشي. في حلويات مخصصه للفلسطينيين يعني، في حاجات معينه؟ عندنا بنعمل، انا بعمل كنافه نابلسيه. عندنا الكنافه النابلسيه مشهوره عندنا في فلسطين. ليها نوع من الجبن. ما هي موجودة هنا، بتتباع هنا، دي تحفة يا كابتن مصطفى. بتتباع في أكثر من محل هنا بيتباعها في مصر. السوريين مشهورين فيها برضه. كنافة نابلسية بتبقى جميلة، في كنافة عربية طبعًا.
الحاجات دي طبعا المدام كمان بتعملها بسبوسه و... طب امتى يا كابتن مصر هنيجي نفطر؟ يلا يا حبيبي. امتى؟ عشان انت جوعتنا كده معانا يعني. تعالى بكره. بكره؟ خلاص احنا والناس دي كلها، ده في 35 واحد ورا الكاميرا. هاجي معايا يا كابتن مصطفى. تعالى يا عم ان شاء الله 350 فيها يا محمد. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. في بقى ذكريات بتجمعكم، بتجمعك طبعا يا كابتن محمد وكابتن مصطفى، في يعني موقف معين كده حصل ما بينكم مش بتنسوه او موقف طريف؟ هو الكابتن يحكي بقى. انهي بقى موقف؟ هو بيني وبينه مواقف كتير بأمان يعني. كابتن مصطفى، اعتقد الخط قطع. كابتن مصطفى من الناس اللي يعني هو يبان في الكاميرا هادي خالص وبتاع، لكن هو دمه خفيف بطريقه مش طبيعيه. يعني انا دايما وانا شغال معاه ما بقدرش امسك نفسي من الضحك. تمام؟ يعني افيهات بقى على طول، يعني فاهمه؟ افيهات على طول. وبعدين فجاه يعني مثلا كنا في الاختبارات اللي فاتت دي، فكان ممكن اليوم يبقى مرهق جدا من 9 الصبح مثلا ل 6 المغرب، احنا واقفين في الملعب في الشمس وبتاع. فانا كنت بستنى اللحظه كابتن مصطفى يتعصب فيها. كنت بضحك بقع، كنت بقع بجد مش بهزر، وهو متعصب بقى كمان. اللغه بقى، اللهجه، اللكنه الفلسطينيه بتطلع. فاهمه؟ مع العفريت بتاع كابتن مصطفى. هو كابتن مصطفى معانا، طلع معانا. لا كان الموضوع بيبقى يعني يعني دم كابتن. لا لا لا، دم خفيف جدا. انا مش عصبيه يا مايكل يا كابتن. لسه كمان انا بقول انت هادي جدا، هو لسه بقول لها انت اهدى واحد في الدنيا. ايه ده بس يا كابتن مصطفى، ما يبانش عليك خالص العصبيه. خالص والله. لا انا بص، انا يعني بتعصب ساعات لكن بسرعه على طول. بتعصب في الحق جامد. اوكي، بتعصب في الحق يا كابتن مصطفى. طبعا بنشكرك جدا كابتن مصطفى، يعني رمضان كريم وكل سنه حضرتك طيب، وكل سنه طبعا وعائله حضرتك طيب. شكرا لحضرتك. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ومستنيك يا مايسر ان شاء الله. خلاص بكره انا هتلاقيني على الباب. ماشي يا حبيبي. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن مصطفى.